أو في موقع سفاكسيون.نت. مرحبا بكم في الحلقة الثانية من برنامج رجال المدينة. الحلقة الأولى كما شفتوها كان فيها برشا مفاجآت، برشا جرأة وبرشا أسرار، برشا ملفات خاصة اتحلت. اليوم الحلقة الثانية معنا ضيف موش عادي، معنا أحد الشخصيات الرياضية الكبيرة في نادي رادي سفاقسي اللي كانت تشهد على عصور وعاصرت برشا أجيال من الحقبات التاريخية الكبيرة في نادي رادي سفاقسي. ضيف اليوم باش يفتح لنا صدر وقبل التحدي باش يكون معنا في البرنامج. معايا اليوم الرئيس السابق لنادي رادي سفاقسي السيد عبد العزيز بن عبد الله. سي عبد العزيز مرحبا بك. وبيك سيدي مرحبا. سي عبد العزيز اول حاجه مشكور على قبولك الدعوه معنا في برنامج رجال المدينه. مرحبا بك. مرحبا. وينو سي عبد العزيز؟ انا برشا مرينا هوش المشهد الرياضي في سفاقس. والله نتبع، انا موجود، انا بكل صفه انا انسان من صغرته يتنفس كوره باش يجي يعمل اخر حاجه اخرى. احنا ما كل انسان وين جا غرامه، ثم اللي يجي غرامه في السياسه ثم اللي في الكوره، بحيث الكوره معناها اذا كان ركبت في جسم انسان ما عادش يخرج منها. او كتشوف معناها نتبع من قريب كما الناس الكل. لكن في المشهد الاعلامي خاصه في المشهد الرياضي قبل حتى كانوا ثم مباريات مع قدماء لاعبين مسيرين، سعد عزيز نحسوك احتجبت شويه على الميدان الرياضي. والله مازلنا شويه ما قل شويه النشاط قبل قل شويه، وحتى تو تشوف الفرجه تو اللي كانت توصلنا تخلينا معناها ندخلوا الملاعب وندخل، هي الفرجه تو انعدمت. على قد ما الامكانيات تزيد قد ما الفرجه منعدمه. ناخذوا مثلا من عام اللي شديت انا في عام 80، عام 80 كانت الميزانيه وقتها 90,000 دينار، 90 مليون، ماذا ما وصلتش ل 100 مليون. معناك تطلع تتفرج تلقى فرجه. البطوله اللي خذيناها عام 80 وقت اخر مقابله لعبناها في ضد النادي الافريقي، ومن بعد تشوف الميزانيه كيفاش قفزت في ظرف 25 سنه ولا 30 سنه. ياسر معناها تو تشوف معناها المصاريف ما تستاهلش المصاريف نتاع اللعب الموجود، ما تلقاش قد فلوسك قد اللعب، ما ثماش الفرجه قطعت. جري والهيث ما ثماش اللي تابلو اللي كان يعملها محمد العقربي وجماعته والكل، فهمت؟ الكل اندثروا انقطعوا، بحيث حتى الناس في الاستاد بدات ما مش نفس العدد اللي كان يدخلوا قبل. كنا نتفكروا منيح تو نرجع لهذا العدد وهذا تحديد العدد بعد حتى معنا بالكل. معناها تجي تشرى تقول له 6,000، احنا نحبوا نبنيو ملعب تو نتاع 50,000، وانت تجي تشرط عليا باش نعمل 6,000، شنو ما 6,000 شو يعمل؟ صحيح. في قداش باش تعمل؟ وال 6,000 مقعد في صفاقس، ما لا خلي ملعب طيب ميري برا، مش لازم المدينه الرياضيه باش نعملوا بها الواه، فهمت؟ بحيث سياستنا التوا في الدوله اللي ركزنا على سياسه وقضيناها بالبهي. السياحه مهمشه شويه هك وشويه هك، الرياضه كيف كيف. من امبارح نتفرج على الفريق القومي منتخب ضد ليبيا، والله ما نستاهلوا الربح بصراحه، معناها فضيحه باتم معنى الكلمه. يقولوا اللعب هذا باش نلعبوا كاس العالم في روسيا، انا باش نمشيو يضحك علينا العباد بك اللعب اللي لعبوه امبارح، ومش في بلادهم، في الجزائر، في بلاد محايده، تشوف لعب كيف ما هذاك. معناها ما عادش ثم الفنيات قلت. يظهر لي الماده تغلبت على كل شيء. صح. يظهر لي سامحني، معناها هي الكوره ما هي فن. الفن عمال ماشي بالتوالي، حتى في الفن الموسيقى والفن والتلحين وام كلثوم وعبد الحليم الكل مشاو. ام كلثوم وقت اللي طلعت ثم 20 مليون مواطن في مصر، اليوم 80 مليون وين ام كلثوم؟ محمد العقربي طلع في 5 ملايين مواطن، اليوم احنا 10 ملايين ولا 11 مليون، وين وين محمد العقربي؟ وين اسكندر الصويح؟ ما عادش المواهب هذه ولاو يحبوا يتعلموا. الوليدات تجيبها من بيتهم الكرة، يحبوا يتعلموا الكرة كما تتعلم التنس. والكرة ما فيهاش علامة، فيها موهبة من عند ربي طابت من كل شيء. لا ما كانش ما ضيعش وقتك،
انا وانت حبيت طلعوا اللعب بتاع كوره، عملت المستحيلات طبعا ونهزوا ونهزوا الاستاد ونجتمع بكم لعبيه صغيره على وقتها الله يرحم صدق مساكني كان وقتها يبرر فيهم. من بعد وقتها مشيت انا وحماد نتفرج عليه من بعيد هكا من غير اللي فيه قليل نطيحوا نهزوا الدخيل كي تشي يلعب تنس ولا يلعب زيد بحيث المواهب انعدت في كوتشي لان طغت الماده في كوتشي. وانت يا سعد العزيز تعتبر رئيس محظوظ في المدارس الشخصي انك حضرت على اكبر الاجيال في اعظم الحقبات التاريخيه في السي اس اس، حضرت على حماد العقربي، حضرت على فؤاد الدرقيع، جيل اسكندر سويع، يعني كنت تحكي لنا شويه على الجيل هذيك وكانت قيمها خاصه من ناحيه. شوف الجيل ده اللي انا كنت كانوا صحيبي كانوا مش عملي ما كنت نتصور على الراديو العيش هذايا قبل كل شيء. كانوا اصحابي الكل معناها حماد ومش عبد المره ودربان ونعطار وطلق صالح ومرحوم بغازي وكاش معكم كنت نمشي نترنى وياهم يوميا يوميا في الطيبين نترنى الا يوم الاحد ما نلعبش معهم. اما الباقي تمريناتي كانت كل يوميا معهم حتى صاحبنا صاحبنا وقتها صغيره معناها اصغر استاذي في عام 80 كانش عندي حتى 35 سنه قلت شد رئيس قلت شد انا شد رئيس الفني وما نحلمش ما نتصورش انا شد رئيس نادي وسير جمعيه. بعد بشويه بشويه دخلوني هما في الجو انا مش انا دخلت هما دخلوني في الجو ودخلت ونتصور انا الحمد لله المسيره بتاعي اللي عملتها بدون تواضع معناها نتصور انا راضي عن نفسي على الاقل وكسبت بقدر ما خسرت فلوس تقريبا ما فيش الاعانات العباد حتى حد انا بنيت المركب الشخص اللي يحب يهز صبعه رميت فيه مليم واحد يبقى المركب بتاع تلك المطار حب يقول الاجيال اللي تحكي عليها انت هي اللي تغربك وهي اللي تعطيك الكروت وقتها لا كانت الفلوس لا بريمات لا كونتراتومات لا شهريه بخمسه ملايين شهر شنو خمسه ملايين من الملايين ثم في تونس 700 مليون 700 مليون في الشهر باش يعمل لك باش يعمل لك والتذكره تقسم 5000 تو اللي تعطيه 100 مليون باش تعطيه تذكره ب 5000 باش يدخل يتفرج عليه بحيث السياسه العامه بتاع الكره في تونس ما انا ما نقولهاش حد ولا ما حبوش يعني ولو هي مع هي العرصة بتاع عرصات البلاد في الاستقرار الاجتماعي لو يتلهى بالشباب وبالكرة. نعطيك مثال شوف ليتي الناس الموجودة في المحبوسات بالدراب وبالحكايات الكل ما تلقاش 1% منبع صفر فاصل صفر 1% اللي هو مرجي بحيث تخلو في وسط العائله من غير ما تفيق كونت انسان وكونت بشر انسان معناها متخلق وباهي وتكون شيء الكل متخلقين راك تشوفهم حتى في الشارع يحترموهم العباد ويحترموا الناس وتلقاها متكون في جمعيه خير من المدرسه وخير من الدنيا كلها. بس سعد عزيز انت ذكرت لنا حاجه مهمه ان قلت انت كنت تم علاقه كبيره بين بين كوتشين لكن في نفس الوقت كانوا نجوم كانوا نجوم كبار يعني في الكوره موهبه كبيره مش في تونس حتى الافريقيا. مع كم النجوم هذه كيفاش انت كنت تجم تحافظ على لاعبيتك خاصه انه اكيد كان ثم غرائب من فرق تونسيه اخرى وحتى اجنبيه. لا القانون ما كانش يسمح القانون في هذايا كان يعيننا برشا لان انت تعرف باش اللاعب يحاول جمعيه اخرى يسمح يقعد عامين ما يلعبش. اذا من غير رخصه اذا انت ما تعطيش ترخيص يقعد عامين ما يلعبش باش يمشي يحول الجمعية أخرى فهمت بحيث تنقلات من فريق إلى فريق كان شبه غايب عنا كيفاش معناها واحد من نادي الصفاقسي يمشي يلعب في الترجي ونطور المونتاليتي الشيء اللي تغير أما قبل معناها عايب واحد شو كيفاش الصفاقسي يلعب في الإدوار معناها ما كانتش عندنا هيك حتى الفكره ما تدورش في المخ بتاعه كانوا اللي يلبس مريم السي اس اس ياكل حشيشة ويحب يربح وود جمعية وود البلاد ويخاف من حومته ليخرج يرجع خاسر ويخاف من ولاد عمته وبنات عمته وبنات كذا في القهوه في الشارع وفي الاسواق وفي الكيك يخرج يتعدى اثنين وهو خاسر بحيث كان ثم حب المليون وحب الانتصار
كان موجود. اليوم بلدي دابا تسعات فريق تقشيز زوج ثلاثة بس يقص ولا جمعية هذا هم يقصروا تقشيز في الفستيات تلقى جاب الدروس ويصفر يغني وتفك فهمت؟ أو فين الأمور معناها تغيرت وتبدلت كيف تبدلت حتى يعني الإحساس بالمريول اللي بسين تبدل يعني كيفاش تتفسر أنت من التمرد أنت من لاعبين اللي صاير تو لاعبين تو تطالب بالاعتراف حتى تو الفرق الأوروبية والفرق العربية اللي خرجوا لهم لاعبين تو تاخذ برك قنطرة أو جسر باش اللاعبين من السي اس اس تحول الأندية في العابية الأخرين. باش نعطيك مثال قريب قريب جدا علاش عندنا ما خديناش بطولة؟ ممكن أمور فنية كنا شيء بليلي جاب الليلة خسر ثلاث مقابلات في العام حرام ومرة يخسر ثلاثة مقابلات تقول مرة مش يجي مش تعمل معه كنتراته باش يخسر حتى مقابلة معقول هذا كيف صار هذا ثلاثة مقابلات الأخرانيين لعبناهم في بنجلدان في تطاوين في مناقش في معنا في جمعية وقت اللي اللعبية عندهم في مخهم كنترات وجهي في المليارديرات مسبب واحد اللي سقوا باش تربح ان السيخ تربح تيتا وجابت ربحت وقت اللي انا عندي مليارديرات داخلة باش تجي عندي انا باش مسبب واحد اللي في الصغير والواحد جي في تيتا ما نقصمه بخم الروح يحريك ولا انت تحكي انت قلت لك الباب تضغط على المخ اليوم اللاعبي ماذا بيك تسلم عليه تبدا يتلمع فيه في المستقبل تسلم عليه غريبة 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 هاي المادة هذه قداش واحنا تحلينا أنا والناس وبكلها تو بخلاف جمعية واحدة وأصبحت الجمعيات مرهونة في رئيس عنده الإمكانيات ما عادش في رئيس عنده تفكير وعنده مخ باش يسير جمعية لا عندك فلوس اللي ما عندكش الوحيدة اللي هي مستقرة وعندها فلوس والحمد لله بدها ترجع الفريق تشوف حاله النتوات 29 مليار ولا 30 مليار ديون يا اخي ديون انت بتاع شكون؟ ما نجي تاكل العباد تاكل معناها ديزاجونس فواياج ولا فينك بدون فين يمشي؟ احنا سيدي بنخليو بال 3-4 مليار ديون معناها ابعد من غيرنا باللي تعمل ولكن الرئيس اللي مش يجي تو يمكن يكون عنده امكانيات باش يسبق ما يعطيش حتى كان ما يعطيش يسبق هو لازم يعطي شويه اما يسبق باش بعد ينجم يلقى المسيرين الاكفاء الكل وما عندوش فلوس شطر هذا هو الواقع اللي قاعدين نعيشوا فيه ثم تحصلت اللعبه تو بين اربع جمعيات هالاربع جمعيات قوام وبعد ياسر والبعد كبير ما بين هذا وذاك في الميزانية في اللعبة في اللعبة نعمل ماتشين مع حمامنا ولا نخسر مع حمامنا والليتوال تخسر والكلب افريكا تخسر والترجي تخسر مع جابس في تونس بحيث ماهوش الميزانية اللعب وقت اللي تحب تلعب تلعب رمش بكل فلوس تم تجم تلعب من غير فلوس فهمت هل النشان كما قلت معناها الميزانيات تضغط على اكثر من اللزوم يا اخي بو كونوا قيس باش ما تفسدش حتى اللي يجي من بعدك انا والله بعد بذبيا نقترح حتى قانون يخرج كل رئيس شيء بيخلي شيء ديون أكثر من 15% من الميزانية بعد تقول ميزانية 9 مليار دولار تخلي 900 مليون أكهو ما كانش يتكلم من جيبك شو معي واحد يدخل يخلي 10 أو 15 مليار ما نعرفش توا شكون مازال يشد بعد شايف البيت شكون مازال يشد بعد حمل المدة في أشخاص معينين طبعا معروفين اللي تجب تسير بيه تسير جمعيات الاحتراف البرة والكل معناها اللعب يتشوش معناها حتى في عقليته تشوش ياسر معناها يخمو طوى كان بيديارة بيديارة وغض لعبين طوى تيغني ناس وما طوى شوالة تيغني لعب مشيني بهت واللعب مش مربي
من ما تفرجتش على مقابلة كما كان قبل محمد العقربي ولا اسكندر الصويع ولا مريج. مريج قبل كنت تدخل قبل تحط. اليوم لازم تقرا جريده تتفرج على مقابلة. هذا يجب يجيك النوم كان ناقص قايلة. بحيث مع كان طابلو كان لي والباهي فينا تاخذ مثلا محمد العقربي وقت اللي مش لعبوا مع اسبيرانس ولا كان يبدا يلفوا بربي حمادي جاي لعب ولا باش تستذكره بحيث اصبح هو ما عادش معبود جماهير السيرس ولا معبود جماهير وحب اللعب تاع السيرس يضربوا بها المثل في اللعب لان كانت عندنا اناقه اناقه في اللعب اناقه في الجري اناقه في الوقفه معناها فات فات اجري 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 كما يقولوا معناها معناها باس وعدي معناها فهمتي كنترول وباس هيك شغلي. سعد عزيز انت تراسل نادي سفيرتي على الفترتين الاولى كانت بين سنه 1989 و1988 والثانيه كانت في 1992 و1996 بالضبط. كان في الفتره هذه يعني تقريبا 12 موسم كان ثم 13 مدرب بين المدربين اجانب ومدربين تونسي. كيفاش فسر الكم الكبير نتاع المدربين اللي داروا على سي اس اس؟ رغم انه ثم حتى مدربين خذوا القاب وخرجوا في العمل المولد. شوف نقول لك عندنا مرض مرض ساكن فينا الحباء الكل في الجمهورية التونسية عكس ما هو موجود في أوروبا تو احنا يا رسول الله تنحبوا ناخذوا كل شيء على أوروبا تشبهنا ما ناخذوش الكورة على أوروبا شكون اللي بدل مبرمج في البرسا ولا وش اسمها ريال مدريد والريال ويخسر 5 بليش نتذكر مقابلة بين الريال والبرسا 5 بليش يقول بوسه في المباراة ولا كرسي تكسر ولا تبو سماء هبطت في الترم كان شيء مصار ورجعنا يلعبوا احنا هنا يخسر مقابل يخسر بدل بدل المباراة وبالخصوص مبارتين وبالخصوص يعني يحبوه من خارج يحسبوا المباراة جاي يلعب يا ودي ما يلعب شنو شغل على الكرسي وانا نشوف ود البلادي يفيد اكثر لانه يعرف مونتاليتي بتاع البلاد ويعرف مونتاليتي بتاع البلاد كل حاجه ويفهمها وكان يعني يفهم هذا على شيء يمشي وهذا على شيء يجي معليش هذا لو بيحب لازم طب ليه مش يجيبوا مرض اول حاجه يقول لك سيدي قبل شهر اثنين ثلاثه حتى يشوف جمعيته ويشوف الوليدات بتاعه اما هم الباهي ما هو شيء من بعد يشوف الجمعيات الاخرين اما هو الباهي ما هو شيء من بعد انت يلعب في هيك الاثناء خسرنا السيزون وخسرنا ميزانية كاملة وعاود من الأول جديد ويقول لك خرجوا وجيب كنا مجبورين بالضغط احنا راهو نبدلوا بالضغط نحبوه مرنين في الوقت انا عين بهم ضغط الشارع يخليك ما عادش تنجم تعيش انا يدخل لك بفكرة مسبقة للملعب يقول لك هذا ظهر يخرج على روحه يمشي على روحه شيء كبير شيء كبير السعودية طردت زغلول معناها اللي هزكم ديموند قبل العربية وصلت لتونس يعني في مشينا مشينا معناها الديمقراطية والاحتراف والأسامي هذا الكل عقلية إذا تدرس وتتقى في المكتبة فهمت باش الإنسان يتكون بها ويتربى بها ويطلع بها ويجي وقتها يكون إنسان متزن كما تشوفوا البرا في الخارج المتفرج لأنه يحب يربح بالسيف وما يربحش يضرب كرسي قبله ويضرب ويحرق ويعمل شمال ويعمل نار ويعمل الدنيا الكل تيبا تيكي جاي من الجمهور تعرف روحك مليون في المية اسمك تربح تويش داخل تيب هي بنت الفرجة وانك لا تعرف روحك لا ربح لا خط ويأكل معنا انت داخل وتقول يا ربي شاء الله تربح هكا ولا اذا تعرف روحك 100% ربح تقول شد الخير لك تربح مش داخل دونك سيتي المونتاليتي هي العقلية عقلية اسمها تتغير واسمها تصير ونبعدوا على العقلية هذه علاش لان الشيء ما يتقطعش بعضه الاحتراف
كما كنت تقول والمداخيل ما هوش ماشيين مع بعضهم. يا ودي تقول احتراف قلت 50 دينار تسكر تدفع 50 دينار وعندك ثلاثة صغار أنا تجيب تجي للماتش بتاعه 50 دينار في المقابل ما تسمش. والمواطن التونسي في الوضعية اللي احنا فيها وقت يدفع 5000 تسكر به علاش خاطر مش كتقولوا هو ولده ولده معناها 15 دينار 20 دينار يأثروا يأثروا برشا. نعطيك قد فلوسك ما نجمش نخلص زوار 5-6 ملايين 10 ملايين وقت اللي تعطيني 5 ملايين. والوضع كي تشوف في البلاد توا تخرج بالله العظيم باش تكون شركه تحبش تكون باقه ما تلقاش فلوس باش تكون كيفاش تحب واحد يعطيك 100 و200 الف 500 الف ومليون 10 ملايين 15 مليون. ثم ناس معناها عندهم الامكانيات ما يخسروا حتى شيء اسمع على حد الامكانيات ما يخسروش فلوس تقول حد المدة ولا نصف السلامي ولا اسمع الكل شيء ثم يهزوهم من بلديح ومن اللي مش يدفعوهم معناها يتسمى ان دون عنده دون عنده مقدار معين هذا المقدار يكفي باش يمشي بجيب تاع نتيكات مش كما انت تجبد 50 ألف من جيبك تحسن من مصروفك من عيشتك من اولادك الكل هذا ثم عندنا رجال مع كامل الاسف انا نذكر معناها ثم عندنا شركات اللي تجم تشد السياسات معناها 50 سنة وتدفع 20 مليار وما تحسوش ما يحبوش مش مغربيين نعرفش اوكي سي عبد العزيز كيفاش ترى التوجه نتاع الفرق التونسيه تو باش تعين مدرب التونسي هل هو ضريبه الملايين المدفوعه على اللاعبين اللي يجيبوهم من حتى من تونس حتى من فرق اخرى؟ ما فهمتش سؤالك. يعني انت في فتراتك السابقه في التدريب يعني اعتمدت على 11 على 13 مدرب اجنبي يعني ما كنتش تعتمد على المدربين التونسي في مسيرتك وقتها مزيان عكس الموسم هذه اللي مازال المدرب التونسي مازال وقتها مازال ما تكونوش اليوم لو كان نوضع ثقتنا في المدرب التونسي ونعطيوها قدره كما قاعد وجود قدره في قطر وفي السعودية وفي الكل يعني ايش ما عندكش فلوس يبقى جواراتنا احنا مبرمينا تواسع يمشيوا للسعودية وقطر واحنا نجيبهم من برا طول عكسون يحقوا سير ما قلنا معناها يلزم نوضع ثقتنا في اللعب في الممرض التونسي كان عنده شهيد وقاري كيف ما الأجنبي بالضبط فهمت الشرطاني ما هوش أجنبي منظرتي ما هوش أجنبي فهمت بحيث ثم ناس ممرضين ليلي ما هوش أجنبي تباهي ليلي هي اليسر ممتازين عندنا الدرجاء ممتاز عندنا برتوة في ليلي طول الدرجاء كان الأجواء متاع المبرم كان يكتب نسونا مش تحب أكثر منك اللي في روحنا في برطة ومرشا وليزي وإيزي وكيزي بالعكس كيفاش كانت تم عملية اختيار المدرب في الفترة السابقة؟ شوف أنا كنت مغروم ياسر بالكرة البرازيلية والكرة الهولندية هذه نعتبر زوز مدارس في برشا فنيات معناها عندي أنا في مخي الكرة هي فن 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 كل فنون كل تلحين كل غناء كل كل معناها يلزم الكرة فرجة قبل كل شيء قبل الربح والخسارة فرجة مش تعطيك مثلا شكون كان كيف نحن ملعب توسي أحسن مقابلة تتعدى في السيزون نادي سفيرسين ملعب توسي الاثنين كورجية بتاع فرجة تتفرج على كرة 100% صدق أغلقش فهمت أنت كنت تحب البرازيل برشا وقيتك البرازيلياني جاب لنا دوبلي وزوج مدربين برازيليين أي ليه هو باهي إذا ما يلزمك تلقى واحد من طراز رفيع ولكن اليوم هذا طراز رفيع ولو غاليين ياسر ولو يطلبوا درجة في نفسه فهمت كورتنا تمشي بالمبرمين التوانسة ويتعدوا بالكتاب ومش تعطيك الدرجة شكون اللي يبني فيها صويح لطوال بنزات كلام أفريكان يعقوب كلام ثلاثة الأمثلة
احنا نلوجوا على لازم نجيبوا اجنبي. ها كان الاجنبي يعني دوله اسمك نزيدك مثل الاخر ان نعطيك واحد يسوق طياره فهمت تاخذوا الريال ولا البرصه والاخر كفاه بي سي زي فهمت هيك اللي يسوق طياره ما يمشي يسوق بي سي زي قلت لك انت عرب لازم كابل لازم ما نعرفش شنو لا يعرف كان من البلاد كان التونسي هو اللي اقرب هو اللي يعرف الدنيا الكل يعرف عقليه اللاعبين ويعرف بحيث الكره راهي بحر كبير ياسر بحر كبير وعلى الدوله راهي الدوله هي اللي لازم ترصد ميزانيه كبيره لان باش تقضي على حكايه الارهاب وحكايه الخروج وحكايه اللي تحكي عليهم الكل الكره وبيجي مش للبيع ديفيزيون كاتب هو حسب هيك تشر كنت تمشيلها وتعمل لهم ملعب وتعمل لهم كوره وتعمل لهم مبرر وتعمل لهم مرينات وتعيدهم لانكم مناضلين كبار حكومة اذا كان احنا نروح في الديسفيرسي ولا في الكوارك مسيك هناك اللي في الديفيزيون تاعك مش يعرف كيفاش يجي حتى يمكن مسكرود بحيث لو الدوله ترمي ثقلها في الرياضه والشباب أكبر حاجة تجم تعملها باش تقضي على حاجة اسمها إرهاب وإذا حب يحرق إذا حب أي اسم يخلي يحرق في روحه ولا يخلي يقتل في روحه ولا يخلي كنا نسمعوا بهذا الواحد كنت كم يوم تحب الجريدة تنتف شعب كم يوم واحد يتحرق كل يوم واحد يحرق روحه يعطيه لا يسيب على قلك العصب اللي عنده الكل يسيبه في الكرة تشنيع الكرة في هذا الفيلم تتمد درع وثم والله ثم في رق تعطيه 10 ملايين 15 مليون في العام يكفيهم يكملوا بيه حاجه كبيره ياسر هذه مش حاجه كبيره طيب شبت على حمادي خلاف اللي ما يخش فلوس والله حمادي كان جاي عنده فلوس يعطي خلاف اللي يلعب يعطي يقول الدنيا كيفاش تغيرت كيفاش تبدلت سبحان الله سبحان الله وهذا ثم فينومين وقت اخر ما حكيتش عليه بالله محب بساعات تعذروا ساعات المحب تعذروا عليه يقول لك اخوي اخو اشتراك انا في العام 70 دينار ولا 100 دينار ولا 150 دينار ولا حتى ب 500 ونجي الجوار نلقاه ما يعطيكش ويصور في 5 ملايين فرجه قبل شو ها شو قبل فرجه لا لا واحد يصور 5 ملايين ما يفرجكش انت ممكن تحزنوا يا اخويا ما انت تصور في فلوس اعطيني اتمرن ما يهمنيش صباح وعشيه وليل ورقد منيح واستحفظ على روحك وما تخرجش في الليل وما تبداش تعمل الموبقات اللي خلقهم ربي الكل بالفلوس والجوارات واللي عندهم عندك كبنيات وكالكل يدور وراها وكالكل حتى كي تحضر انت ملاعبي فيزيكمون سهرتين ثلاثه مش كل شيء كأنك ما عملت حتى شيء هذا يجيك في الدرات تلقاه ما يجري لكش 90 دقيقة مفروض يجري علاش خاطر اخويا تقضي في 6 7 ملايين 8 ملايين في الشهر واللي جاي يتفرج عليك عامل بسيط وعامل يومي خضار ولا زهر ولا انسان بسيط معناه متوسط نقولوا يقيدوه يا اخويا يشوف معناه يغير اكثر شيء تحبشي نمشي اكثر منك يغير كيفاش تتصورك الفلوس وما تعطيش تعب هذه في الفترة الأولى نتاع رئاسة نادي رابيس فيغسي رفعت زوج بطولات تونس 1981 و 1983 كنت حكينا باختصار على أهم اللحظات اللي عشتها في الفترة هذيك لحظات فرحة لحظات صعيبة هو بطولاتنا الكل جاو صعب ثلاثة بطولات اللي خديناها بالكاس هذه ما صعيبة كما ماتشو مسابقة مش على روحك مقابلة وكو تمشي ولا تطيح احنا بطولات خديناها بالضبط كيما الكاس بطولة الأولى متاع 80-81 يكفي أن نتعادل مع الأفريقي الأفريقي تهز بطولة تعادل مفروض علينا أن نربح البطولة الثانية نلعب آخر ماتش مع قروان كيف كيف
كلوب افريكان بينا بيناتها بوطو قروان تعمل معنا ماتشنيل وخشويل عملت وقت جاء ضربة جزاء سجلها السوداني محمد السوداني على بونتو واخذينا بها البطولة بحيث البطولة فيها تشويق حتى آخر لحظة وهيك التشويق ما يبنش منه وما أحسنش وما خيرش منه في عامة الدوبلي عند نسيت حتى عامة الدوبلي شنو صار منا حتى في 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 قروان وقفت مقابلة 20 دقيقة حتى يشوف النتيجة نتاعنا حتى وقرقنا هكا ولا بحيث بين بين الكلوب افريكا بونتو بين بين الاسبيرانس بونتو هذا معنى كي نقول بونتو معناها نقطع فهمت دونك لازم تربح ماتشاتك الكل باش تلزم قلعناهم تقليع قلعناهم تقليع ثم شويه زر يخدم احنا ترشحنا النهائي فين في قربه مازالت دقيقه خاسرين واحد بلاش دقيقه في الوقت الضايع يلزم يجي كورنير يشوط الصويح يمركيه ترابلسي ولينا واحد واحد ورجعنا نعملوا في ضربة جزاء وترشحنا بضربة جزاء مع قربة بحيث ثم حلاوة انتصار ثم معناها تتهز البلاد وتقام نتفكر احنا كي نربحوا بلاد تشعل صفاقس كل معناها تصهر للصباح الحمد لله معناها صاروا قريب سامع عزيز بعد فترة أولى كانت إيجابية جدا في فترة الرئاسة الأولى في الفترة الثانية بين 1992 أنت أخذت رئاسة النادي بعد بداية صعبة في التسعينات نذكر في مرحلة التسعينات كانت مرحلة صعبة ياسر السي اس اس حتى وصل الفريق يلعب على تفادي النزول في فترة من الفترات كيفاش أنت كشاهد على العصر كيفاش تحكي لنا كيفاش بدأت الأزمة هذيك وكيفاش انتهت والله تعرف معناها هذا مش نجم نقول لك باش نتكلم في رؤساء كيف معناها سابقين علاش عملوا هكاك والله يا خويا كل واحد وتسيره كل واحد شنو اهم الاغلاط اللي كانت صارت في الفتره هذيك خلت ندرا الشخص يوصل للمرحله هذيك انا نتصور كل رئيس ما يخليش محيطين به محيط هو اللي عنده باش نجحت اذا انا اعتبر نفسي نجحت كنت وضع نجحت قدام اللاعبين هكا اللي بديته معهم انا اللي كنت احكي لك عليهم هيك من كونسيي اجتماعات كل ثلاثة ايام اربع ايام عشاء مع بعضنا ونحلوا ونشوف قبل هيك ثم هيك ثم نحضروا ساعات من مرة معنا ونبداو نتحدثوا على المشاكل نتاع الكرة وندرسوها بحيث ما هوش قلب الكرة في السنتر ولا لا تحضير خارجي على ميدان ما وراء الصدر في الكواليس هيك اليوم كان في الكواليس أكثر من اللي هو معنا مش نحفروا التبديلية ونكتبوها ونخرجوها باش يجيوا هكوك الممثلين يمثلون والله ما أقصدش من هذا المثل هذا شو كان ذراع اليمين سعب عزيز فنيا؟ ذراع اليمين سعب عزيز فنيا فنيا محمد العقل في اختيارات ما نعمل بقى في خدمة شو؟ شو كان شرايين؟ ساعة تقليلية ساعة لا جيبوا اللاعبين لا مفيدناش جيبوا كذا مفيدناش نجمع اللاعبين مش يجيبوا لاعبين يا الأولاد عندنا لاعبين مش يجيبوه راهو يصير 200 مليون قلت لك لا 200 فاش كنا احنا 25 يغشوا علينا وتو يجيبوا لك اللي تحب تعطونا تو يجيبوا لك تشريك اللاعبين تشريك وفي المسؤولية حتى كيف يهبط في الدرجة يحس بكون هو خذ القرار وهو مسؤول أنت فزت بالنسخة 40 من البطولة عام 95 واللي هي عامة دوبلية الآن دوبلية دايركت سي اس اس أنك تقصي ترجي بالبطولة من كاس في العام أكيد كان عليها وقع خير من المسؤولية على الترجي صار لك شيء مضايقات من المسؤولية الترجي في الفترة هذه؟ والله شوف أنا وقت المضايقات اللي صارت لي مع سليم شيبون بردي فرج علي وبشغلي يخرج بأقل ضرر لأن من اللي تعمل كوارجي وصحيبات العبيدات في ذاك الوقت كنت تكلمت اليوم غير مستعد مش نتكلم كلمة خايبة في سليم شيبون
انها في الوضع المتواضع اللي احنا فيه وهي تصعب. بعدين ورجعنا اصحاب اكثر مقبل. حيت الكره له في الكره يصير كل شيء، يصير كل شيء ونبدو بسهولة ونتعب. فهمت؟ انا باش ضرني بطريقه مباشره هكا وفي خدمتي في عائلتي في حتى لا ما كانش حتى كان يتكلم ما ينفعش يعملش رياضي وحنين. انا كان قوي في الكواليس كان الاسماعيلي كان عصبي برشا وكان يدافع درجي بكل طرق بطبيعه هو يحترم اللي دافع جديد كان الناس ما تعرفوش بس يمشي ويحقر كل انسان يبيع جمال يحقر ممكن يحترم الفرصة هذيك على ما بعد يحكم يحب كان الراجل اللي دافع لجمهور ويتعاركوا ايه ويوصلوا مع المواصل من بعد هكا كلوقع الوحدة طبعا كيف الراجل الراجل خطر دافع على جمعيته طبيعة جمعيته يعني يبيع مات ولا يبيع مقابلة تبعتين برا الوحدة زمان تعطاها تشيرك بيك شبيك الدخول لك الجمهور لك العباد الكل يا سيدي هاي مثلاش مقابلة كي نشوف فيها كانت تقبل أقل 18,000 متفرج أقسم بالله ندوخ مرتين في المقابلة ندوخ مرتين علاش نقول لك 18,000 وكان يخرجوا من كوبين أنا سبب عندي بنتي تبدا قرأت بها بالغ تخسر نقول له علاش نقول عندي صاحبتي نقرأ معها في الطبلة جيني تبكي خاطر خسرت البارح وابوها تخلى لما تطيح ما تصورش وصلنا باهي صار عزيز كمان مرحلة انت التاريخ ندخل من مرحلة الحاضر والواقع اكيد انت بعد المهمة التسويقية الكبيرة اللي عشت في فترة رئاسة السياسات تو ليك متابعة جيدة للسفاقسي تراك في المرحلة هذه كيف جبت حللها؟ المرحلة صعيبة ياسر علاش خاطر هو كل شيء متابع بعضه البلاد راك تشوف فيها اقتصاديا البلاد هو شكون اللي عيني عندنا العباد لازم نقول معناها باش ما نبالغش ثم شكون اللي مش معين ثم شكون يصور في الفلوس والأزمة هذه ثم ناس تجي ما تعيش وتصور أكثر من قبل بسبب الأزمة فهمت الناس اللي يكون أغني يزيد يستغنى هذاك يلزم يمدد المساعدة واحنا تو على مرض الله اللي ما يوليش رئيس ما يعيش قال لك عندما كيف نسمعين ندفع مليارات وتشتهي على رئيس هذه ما كانتش المنتاليتي ما كانتش موجودة بحيث ان يلزمنا رؤساء كبار كما قلت لك عند المشاريع كبرى اللي يجبوا مثلا معرفش بولينا سفاقسي تجم تعطيه بجي كامل ديوانا سيد تجم يعني ترجع للسورية السياق قبل صار ما صار الوياح مش معنى السياق عليش تعمل جمعية تعمل تختصاص شوية فولي شوية باسكات شوية تنجح من عينوه رجال الأعمال تحملوا فيها قصة كبير رجال الأعمال ميسوري اللي عندهم برشا فلوس رجال الأعمال أما يسمك تغربوا يلزم كراهه طب مش شو حدد برا رجال الأعمال رجال أنا دخلت برشا وغرمتهم ما فيهم لطف عبد النظر حببته من غير ما يفيق وبليته والله يسمحني ما نعرفش الله يسمحني بليته بالكورة ولا ما بلي سلام مالي سلامي الكل كيف كيف الزحاف كيف كيف لشكون ترجع مسؤولية الأزمة هذه؟ أهم واحد يجب أن تقول عليه مسؤول كبير على يسار السياسي في الفترة الفاتت. والله ما نجمش أنا نركب. في عبد النظر؟ لا بدي أقول. كرئيس النادي وكان مسؤول أول على فريق؟ اللي عملوا لطفي معناها ما نخدمش كلام الشارع بارك. أنا قريب لي ياسر ما نعرفش باش عمل. لطفي نخسر صحته وخسر المال. أنا في خدمته وزيد السياسات ومشاكل التي سفاقس وكبلس من التي عملها هنا وهنا وكل معناها إلى الإسكيسة معناها كان يجن يمشي فيها فطبعا وحدي ضحي لك صاحبه على حسابه وبخلاف فلوسه لطفي خلي في الفلوس خلي في المليار وين قام يعيط شو ما يقولش
يبدا يشبح الناس ماشي في بالها تقول الله يهلك وهذا الفلوس بس ما نعرفش كذا. هذه حاجه يصير تضحك الرئيس يجي يبني على الرئيس اللي فات ما تاخذوش تقبل ما تاخذ سي اس اس قبل ما تولي رئيس ادرس وحده قول هذا سي اس اس هذه الطيب المهيري في المجتمع هكا ولا هذه الميزانيه هذا اش صرفنا وهذا اش فيها ديون كان عجبك الامور اقدم قل انا السبب وانا مش تابع السي اس اس قل ترشح اما من بعد ما تترشح وتبدا تبكي الملعب ما نعرفش ايش فيه تبقى تعرف انت الملعب الميزانيه تنص مخباخ بتكلم عن الميزانيه تكبر ساعه اول الرئيس ما يعرفش الفيفا ايش تحب وما يعرفش اللاعبين ايش تحب وما يعرفش هذا ايش تحب تعرف كل شيء يا حياتي يجي انت تحمل مسؤوليتك هذا شنو تحمل المسؤوليه والبكاء لا تاخذ على روحك كيما وكل عصاك كيما جماعتك كيما جماعه اخرين راهي الشهره ما تجيش بلاش وراهو حبت السي اس اس راهي شهره كبيره ياسر وما تتشراش بالفلوس باللي خسرت الفلوس وباللي ربي يعلم فهمت مانيش بالكم زاد وعمري لا رفعت صوتي في صحافه في جديده وقدينا نادى بشخصية انا فرحان ومسرور انا وصغاري وعائلتي رغم ما وصلت ايدي فرحان لان كي نخرج للشارع اي بقى ما خرجتش من الدار بتاعي نخرج في الشارع بقى ما زدت في داري نمشي لتونس نزدت في داري نمشي لسوسه نزدت في داري جات باحترام وكانت الجمعيات متعاونين لان رئيس الجمعيه اللي نعطتني نجي نفطر عندي هنا لازم هذاك ضروري دخلوا الاستاد خليه في كنيسي مع جمعيه قولوا في اليمين قبل الماتش قبل المقابله يخرجوا الناس تتسطر جازوز وقطو والكل وتخرج الشوارات يتعاملوا يتبرسوا يتحركوا يمشيوا يركبوا في الكار في لما في لما المقابله 90 دقيقه في الليل 90 في الرتور والباقي الكل علاقه صغيره صعيبات تسحق لي نسحق لك سليم شنو حتى البدوي البدوي ما يضل يعمل تاريخ به سي اس اس كان يعني كان مسيء هذا بحيث منين جات هذه من العلاقات لا فلوس لا حد شيء تدفع واحد تفرق حتى بدو يخدم بدو جاني تخسرت انا في الفولي حب جدار خذ جدار الكلمه الاحسن لعبي بحيث هذه هي العلاقات استحقوا بعض استحقوا بعض والله قال لي ثم بعض من الناس يدخلوا لفايات جمعيات اخرين باش يجيبوا لهم الفلوس ترشمهم وفات وفات هذه وفات فات يا اخوي نعرف كل واحد يحمل مسؤولية يعرف ما معنى المسؤوليه تمشي تشيل لها انت تحب تشد بلاد تونس ها ما تجيش بعد تدخل على المنصب تقول ووو هذا كيفاش الديون ولا ما نعرفش شنو ولا ها ولا البيجي والميزانيه وميزانيه الدوله ما عندناش فلوس وما عندناش امكانيات وعندنا قروض وعندنا كذا تعرف اذا ما تعرف قبل ما تشد تعرف كل شيء وتعرف الاحزاب الاخرين وتعرف الديمقراطيه وتعرف السبان وتعرف الكل شد ما تشدش اذا قدمت وفن كلمه لا جميل باش تنقصها على سيد يوسف الخماخم كرئيس النادي مساحه من راجل كبير والله يلزمو يجمع اكثر ما يمكن معناها من الناس اللي تعين وبيضوا اللي هو ماشي في نفس التمشي معناها يجمع الناس اللي تنجم تعين وكلمه حلوه ومش كلمة حلوة في التركينة خلصها في الجريدة أشكر فلان في الجريدة خليه شعر قدام الناس كلها مرغوب فيه أنا ما يجيك حد محلو كنت أنت بدأ بيرو واحد يدق الباب السلام عليكم أنا جيت معين تفرحش بيه أنا قول أنا حاجتي حاجتي بفلان وبفلان 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 هذا ما يدفع فلوس وحاجتي بفلان وبفلان وبفلان للتقطير يسالش ما عندكش فلوس وانت رئيس سابق ايش تحكي كلمه باهيه كلمه حلوه خير من مليار قوه تساعد تفيدك تمشي في النايف تقول منصب باهي منصب هاي عينو لفوا معه فهمت تكلم جوار طبطب على كتافه رد بالك تحب الماتش هذايا تحب نعمل هذا تالي تقول يا هذا يلزم تسيير وحده لا وما يلزمش الانسان يخمم على البروجيكتور باش يضرب عليه وحده لا ما يسالش البروجيكتور خليه يضرب على الكل واللي ما يظهرش ما يظهرش راهو لو حقيقي كنا لو جاء شهر كذب عليك اللي طلب جاي من نادي السادسي ولا من الدراسي
ما هوش لوز عشان لوز عشان والسياسي لو يدخل لوز عشان السياسي كما أقل سياسي أو مدير وزراء يجب يسير لك بنك أو شركة بعشرين خمسة وعشرين ثلاثين أربعين مليون في الشهر أوكي صار في ثلاثة مليون وقاعد نزيد هذا هو نبغى شوية على كرة القدم الإنسان شوية على كرة الطائرة فع كرة الطائرة في فترة رئاسي كان من أنجح فروع في الشخصي كان الشخصي مسيطر محليا وقاريا شو اللي صار ولا مش كيف استنى لا كان أقوى من هكا ما تبدل الطور خلي بدل الطور طيب ريك كل قبل كان السيرفيس متاخد لما تسجل نقطة معناها متاخد جد بالواحد تروح وتطلع جات فترة في الكرة الطائرة ثم تاريخ ثم السعودية خذت فترة كبيرة من بعد البرسا خذت فترة كبيرة ومن بعد جاتنا للسياسات فترة نعرفش ساعة ساعة ونص من نتفكر يعني في السنوات بتاعي قليل كما نخوش الأربع أربع التلكوات البطولة والكاس البطولة العربية والبطولة الأفريقية أما تلقت تلقت أبطال كسكيس وسرسورة وبنعطل وغازي ساسبن تانا ميري لعبية ومتراز رفيع تنقلون ومعناها أسامي أسامي تلعب مصدق كنت تتفرج على الفولين أنا تتفرج مرتاح مرتاح تعرف روحك بمصدق أنا اللي بتجب تروح سينا سبب عميقة لهذا السياسة توصل جمالك في الفترة هذه من حالة كارثية أمكانيات الأمكانيات اللي يوفروها لوين متجه الشعب الشعب الكبير تاع السياسي متجه كرة القدم يقول لك أنا كرة القدم الدخل نصرف عليها الدخل الفلوس نصرف على الفولي ما دخلش فلوس بيه نعطيها ما يمكن ما نعطيهاش الأكلية أنا ما هوش هيكل المنان ما يصوروا حتى فلوك ما يصوروش مداخيل حتى فلوك من كرة الطائرة اللي كيفاش تحط تصرف عليها 200 و300 مليون و500 مليون وكي تجي في الجلسة العامة مش نعطيك مثال في الجلسة العامة الجلسة العامة ماخذ أربع تدريبات في الفولي ثاني ومصبراتها فقط لا طولة نعم فهمت حليت كرة السسمة كرة اليد بون مش انا عليك انا بتحدد قبل من جيانا في الفترة الثانية اما قد مدى بتحدد او تتحدد ولكن في الجلسة العامة متعينة وقتها 22 ولا 23 الخدام الكريمة ولا واحد هنالي بطولات كرة الطائرة ولا واحد سبني على خط الحديد كرة اليد كانوا ما في بيرموش ويسألوا على ولدي يوم كذا ما خذاش يلعب في الرجال ما خذاش كسبوت في الكرة شفتم سيدنا 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 يولي المسؤول المغربي في قتلها في كرة القدم هي القادرة هي الراس اللي تجبد التريو وكل هذا كان يشرب ما أما يلزم تشوف ناس مغربيين مثلا كرة الطائرة برشا ناس داودين مهم بليل أكثر من كرة القدم هي تجيبها وتخليها مسؤولين تعطيهم ما يمكن أنك تجب تعطيهم كبيجي باش يبدأ هو يكمل سي عبد العزيز بن عبد الله تعدوا الفقرة الثانية اسمها هل تجربة؟ فينا تتحنى صدق وجاوبنا على سؤال السؤال الأول هل يزال سعى مسلم عبد الله اللي يعترف انه سليم شيبوب قام ببعض الاعمال في حق نادي النادي السياسي في حق النادي السياسي او ضده ضد ليه عمل وقت اللي دافع على جماعته هو من دافع على جماعته ضد بيعته ماشي كل واحد يدافع على كلامه على بريون يصبر معاه يصبر يصبر معاه انا باش يضر راهو ما ضرش راهو باش نكونوا صراحه معناها ما نجمش انا نتهم الانسان في البطل في مصر كاس تونس 95 ما دخلش الاختيار التحكيم مثلا شكون لا 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 شوف صارت حادثه واحده انا وياه والله كنت على صدق
وأنا توقولها صار سنوات ربي. أنا كنت في القاهرة متبع وقتها في البطولة العربية، وكنت عضو في الاتحاد العربي كرة القدم، وعينه ممرض مساعد الرئيس بتاعي يعمل تليجرام للفيدراسيون يقول له الممرض ما يساعدنيش باش يسافر لي مع الترجي، حبك تبدلو. ما قالوا ليش، ما علمونيش، منع حاجة غريبة. وانا نجي من القاهرة نكلم سليم شيبو في دار وقول له رمشي تفطر بحدايا، وحد قاش تفطر تيش بيك حربتوها وبر وكذا، بدأت المشكلة من غديك ولحقت عليها على المشكلة بتاع الكوب وبتاع كذا، وبرشي الناس يقولوا معناها قال نقص ونعطيني شامبيونا وعطيني الكوب، وحتى الحرب ما نلعبش بيه هنا بكل نمشي نحبسونا وما نخلص البيت. تزرع الحديث عن كواليس مغادرة اسكندر سويح للسياسس. ها؟ اش بيها؟ تحكي عن الكواليس متاع مغادرة اسكندر سويح للسياسة هو الترجي. الحكاية مزاد غامضة برشا ناس ما يعرفوهاش، أنت كشاهد على مصر كيفاش تحكي عن الكواليس هذه؟ والله يقول لا إله إلا الله، يقول ما نتهمش حد، يقول أنا رئيس سابق وقريب من التسليم واللي خدمنا كالخدمة. أنا نتفكر وقتها في عهد لطفي عبد الناظر وقت الرئيس قبلي، نتفكر منيح جيب 150 ولا 200 مليون وحب يمشي للترجي يمشي ما حتى مشكلة. من بعد 200 ولا 300 ولا ما نعرفش شنو عطلوه، يظهر فيه وقت صحيح لي الرئيس ونقع فلدة مشان ديريكت كان عنده موعد يظهر لي مع من المال بتاع سمية بتاعنا، ما قاش فهمت في كل الموعد هذاك، تعدى ديريكت وقت الاسبيرونس تقايد وقت شات وستمشي وربي يخليك. وما زالت مشكلة منحة الإمضاء ما زالت ما تحلتش مع السياسية سابت هذه عطينا نشوف الجزيرة يعني شيء يقبل أنا في ذلك ظلم، ظلم كبير يا رسول الله، أنا ظلم زو كله بقرق ظلم أنا ما يعطي أشياء هو حتى في القضية شيء كلها تيادر فيها قدامه هو على اسم الذي تريد سياسي حقه لازم يسيبوه خسروه هل تجد خسرني حقه مش خسروه سيبني هل تجد هذا العزيز على ذكر اسم أكثر مسؤول ولكن اسمع بي خوسين بي خوسين حتى اللاعب اللي خرج بالسي اس اس ومشى معايا خلو نجح. لا صحيح. وبخصوص معايا التونسية، حتى اللاعب، كل اللي رجعنا له، ما في اسكندر. ما هوش كيما كان في سفاق السي اس اس مش كيما مشى لاسبيرونس، مستحيل. تركيز عندنا شو؟ شفت هذيك تو الركايز نحكي عليهم الركايز تو نرجعوا نقول الركايز الفريق مشاو. شكون الركايز فرجاني؟ ها؟ خميسي ولا ما نعرفش اسمه خميسي جابوه غسول ما نعرفش شنو فخذ النصر هم ركايز هكا في الاسبيرا شعروا سيدي هكا لعبوا خسروا ضد شو اسمه جابس او كان ركايز كان راح يلعب فرجاني في الكل ما هوش نفس اللعب اللي كان يلعب فيه في الله. هل تدرس سي عبد العزيز على ذكر اكثر مسؤول اضر بنادي الرئيس ياسر؟ مسؤول اضر بنادي الرئيس ياسر مسؤول في الفلاحي اساس سابقا ولا حسب لا ماديا ثم مسؤول يضر هو يعني ممكن اختيارات غلطه ممكن ما نعرفش كل واحد سياسه ما كل واحد عمل بيه ومشوم مثلا مش واحد عمل كيفيه لان نفسي عمل مشوم لما نعمل بيه ومشوم نغلط انا ما نغلط خرجت خلاص نتاع بيه مش غلط ولو ما يستاهل لكن تتنجم معالج المشكل بطريقه اخرى اكبر غلطه في حياتي عملتها نعترف به او كان اعترف على روحي دي تنجم تلقيت الخطوه كثير كل واحد يعمل بين مش يصير الخمسه اللاعبيه هذوما خرجناهم وقتها نتفكر منيح وقفوا حمادي قعد شيء كيما تقول انت كملوا له انت مع بعضها بالكل باش ما
ماتش تاع باس باش كل مره ولات وصلت غيره ربحنا الماتش حمادي في فورو ما خسرنا الماتش حمادي في فورو ما يدخلش نتصور ولا نذكر بداوي كومبلو اي باش طيحوا ووقفوا وعيطوا له الناس ظهر وخرج وقعد مده معناها حمادي ديبريمي وما عادش يحب الكره ما عادش يحب يلعب وكان ماشي يبطل وكانش ما يعرف شنو وقتها خديت انا القرار لعبية وقتها تفكر عبد المولى والربيع والاعضاء ويظهر لي بن صالح حاضر قلنا اربع خمس ورد هل تزرع سعد العزيز على قول سر الفتور في العلاقه بين السياسات وانت السياسه الصغيره فطور العلاقة بين سي اس اس وبين سفاكس علاقة الأندية تاع سفاكس كانوا موجود أنا والله كانوا موجود مش باين ما مش باين الكل تم حديث عن المسؤولين ساهموا في طرح بعض الفرق ما شوف شوف لا هذا كان موجه لينا السؤال تاع يحضر الربيع تاع يحققنا لكن هم المسؤولين تاع الربيع يعرفوا اش كنت معينهم وهم تعترضنا كثير يعرفوا فاش العين باش يقعدوا لي خاطر انا قد ما ثم جمعيه في صفاقس موجودين قد ما ناخذ الديتا ليسبيرونس تجيك ثلاث مرات ليطوال تجيك ثلاث مرات بحيث صعود الفرق الراوي والقرقنه من اولويات النادي الصفاقسي من اولويات الجمعيه باش يركزوا فريقي في الوطني بخلاف النادي الصفاقسي في مصلحتهم اشترى الديتا جيبوا بالطريقه هذه عندك راك باش تعمل ترو دي بلاسمون فهمت ترو دي بلاسمون ماهيش ساهلي معناها باش تجيك الاسبيرونس وتحكي ما خذينا وقتها كيفاش كيفاش ما قرقنا وقتها ولا واحد الرادوي ربحوا ليطوال معناها فهمت ليطوال هبطت بحيث لازم نعتنيو بالفرق الصغر لازم نعينوهم ونعطيهم حتى مش فلوس كور حاجات هكايا ونقعدوا احنا فافوري كما كنت نعمل مع الاهلي الصفاقسي كنت متبنيتها تبني كامل لكن الجوار قبل ما يمشي لحد تمطرح ما نحب التكوين احنا كيفاش نعيطوا على التكوين يا سيدي تخلي صفاقس كل تكوين ترى احنا مليون ما نجموش نخرج واحد اسم لاعبي مليون انت مليون مليون دبل نتاع قطر احنا تخرج حد اسم لاعبي بسهوله أما مش كان من عندك مثال تكون أنت تكون السياط تكون القرقنة وتكون الرقوي وتكون الكل أعطيها الفلوس تعطيك أحسن من لعبة تعطيك نعطيها الفقرة الموالية سعد العزيز اسمها في أرقام مش تجاوبنا في أرقام في أرقام فقط مش أول ميزانية لقاها سعد العزيز كي دخل السي اس اس سنة 80 90 مليون أجل حمد العقل كيما لعبتكم ما كانش ياخذ امتيازات لا 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 عنده حتى امتيازات بخلاف الامتيازات اللي ياخذهم من عبيد معناها في البريم كنت تعطيه ما كنت مشاعر الدنيا عاد في البريم كان قبل يعطيه 20 30 معناها كنت 100 وفي تونس معناها نقول لك حرفها لازم نعطي له حرف الدنيا بالمال وبالوعد مشاعرها الدنيا عددنا رجال الاعمال اللي وقفوا معاك في مسيرتك في التسريع في الفترة الثانية مش لو في الثانية تفكر منيح وقف معايا بالكتاب هم مش معتوا معناها طيح بس مختلف خير يا فهمت معناها وقف بالباهي وكان يعودني ويلم حتى فلوس ويشيك لعبير يعني فطرها كان واقف بشكل بصراحة أكبر مبلغ مالي وصلك أنت داب لعب لأن تفكر أنا قلت لك تفكر صويح محمد دريس مسوسة وقت جاب سفيقس فرش قال لي نعطيك شيك على الابيض شيك اجبت اللي تحبها ما اعطيني الصويح وقلت له خذني انا قبل خرجني انا من صفاقس قبل وبعد تو ناخذ الصويح اما ما نتفكرش ممكن في هيك الوقت كان 20000 دينار 30000 دينار في اقصى يعني فهمت ثم مثلا الرادوي وقت تشد ياسر في محمد صالح مفتاح حبش تعطي وقت اقترحت عليها ان انا بقيت مفتاح عميد في وقت اللي جاء الرئيس اللي قبلي وقتها جاب محمد صالح مفتاح وقال له ارتاح عميد بعد تفكر معنا قعد عام ونص مزاد بست اشهر ولي مشيت للربيع عطيته 50 مليون قلت له 50 مليون تسيبوا لي 6 شهور ما حبوش
كمل العامين اخذيك له بها برطمان وريدت له بها من كوشة مرقب علي لبس علي وكل ملبس نفتخر العبية الكل لبس الحمد لله اللي بقعت واللي بكوشت وكله في البانكة وكل لبس الحمد لله. ايش هي اكبر شهرية دفعتها في مدرب؟ بصرت شكون تفكر يظل لي طول اللي بقى برازيل والروبين تجينا تخرين نتاع 4000 جبت مختلف ليه يعني في بينا ثلاثة شخصيات نسميهم لك باش تعطيني كل شخصية في رسالة قصيرة. الشخصية الأولى المنصف السلامي قول يا خويا واصل واصل اللي تعمل فيه كثر خيرك وبارك الله فيك. سي جمال العرب جمال العرب بعد شوية اقرب. سي شفيق الجرائي شفيق الجرائي أي جميعي يجل أما رو السنين هذا اللي فاتت بعد سادة يزمو يقرب يزمو يقرب هذا أنت جبت للناس اللي بعدت شوية صحيح يزمو يقرب. هذا هو شانتك ثلاثة شخصيات باش تقولهم في كلمة واحدة توصفهم في كلمة واحدة شخصية عرف كان يلعب يطيح يضرب يقوم من نقوله منك الزمني فخر زمني فخر زمني بلا. حمد العقربي موهبة من عند الله سبحانه وتعالى ذاك اش نجم نقول حتى ساحر لا خطر الساحر يشري أدوار ويلعبهم موجودين هذا أنا أقول ملحن ملحن موهوب فهمت خاطر كل مقابلة يعطيك حاجات لما يعطيهم لكش المرة اللي فاتت ما نعرفش ما يجيب حاجات في وقته ما يعودهاش الماتش اللي بعده يعطيك حاجات أخرين موهبة من عند الله موهبة. سي لطفي عبد الناظر إنسان لطفي من أحسن ما عشرت في حياتي. سي عبد العزيز بن عبد الله شكرا لك احنا تو كملنا حوارنا معك مشكور برشا على قبولك دعوة سفاكسيون بونيت في برنامج رجال المدينة خليك كلمة الختام توجه بها لجمهورنا ديال سفاكسيون. يا خويا ربي يعيننا وان شاء الله جمعيتنا خلي الديون والفلوس والكل راهي جمعية مش خايفة جمعيتنا باهي جمعية تو بالدفة كيف اللي عندنا باهي نحافظوا عليها ونعينوا بالكلمة الحلوة ورحنا السفاكسية ديما سباقين باش نعملوا الحاجات الباهية ماذا بينا نكونوا سباقين باش نكونوا في الترا وفي الستاد نعطيو المفاد الطيب في كل شيء لو الأحباء نتاعنا لازم يكونوا يعطيو المفاد الطيب فهمتي معناها الكلمة الحلوة بلاش فلوس انت ما تنجمش تعيب فلوس عيب الكلمة الحلوة